فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج فوكس. موضوعنا لليوم باش يكون دلتا كرون، اللي هو متحور يربك الحسابات، يجمع بين دلتا الخطير وأوميكرون سريع الانتشار. اكتشف علماء في قبرص عدوى كوفيد 19 تجمع بين المتحورين دلتا وأوميكرون، وأعلن وزير الصحة القبرصي ميشاليس هاجي بانتيلاس اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا، مضيفا إلى المتحور الجديد يطلق عليه اسم دلتا كرون. وبسؤال أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة قبرص ورئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات الجزيئية ليونديوس كوستريكيس، ثم حاليا عدوى مشتركة بين أوميكرون ودلتا، وتوجدت السلالة هذه اللي هي مزيج من الاثنين. والاكتشاف هذا تسمى دلتا كرون بسبب التعرف على بصمات جينية شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا. ولقى كوستريكيس وفريقه 25 حالة من هذا القبيل أرسلت تفاصيلها إلى قاعدة البيانات الدولية اللي تتعقب التغيرات في الفيروس. وأضاف العالم القبرصي باش نشوفه في المستقبل ما إذا كانت السلالة هذه مرضية وإلا معدية أكثر، ولا باش تطغى على دلتا وأوميكرون. لكن رجح أنه يسيطر المتحور أوميكرون على الخليط الجديد زادة، ويجي اكتشاف متحور دلتا كرون مع الاستمرار الواسع لانتشار المتحور أوميكرون في جميع دول العالم اللي تسبب في زيادة حالات الإصابة بكورونا. تم إحصاء أكثر من 2 ملايين إصابة بكوفيد 19 في العالم يومياً في الجمعة الأولى من 2022 بين 1 و7 جانفي، وهو رقم ضعف خلال 10 أيام. وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270% من وقت اكتشاف المتحور أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في أواخر نوفمبر 2021. وسجلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموعة 7,211,290 حالة خلال 7 أيام، بزيادة 47% مقارنة بالأسبوع الفارط. وسجلت الولايات المتحدة 49% وكندا 33% من الحالات اللي تم إحصائها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4,088,098 إصابة، وبزيادة نسبتها 76% مقارنة بالأسبوع الفارط. وما تترافقش موجة تفشي الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد الوفيات. في الجمعة اللي فاتت سجل معدل 6,237 وفاة يومياً في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية أكتوبر 2020، أي منذ 13 شهر. وختاماً، حسب العلماء فإن التطعيم وتلقي اللقاح المعزز يعتبر لحد الآن هو السبيل الوحيد والأكثر فاعلية لوقاية النفس والأقرباء من فيروس كورونا. وكانت هذه حلقتنا لليوم من فوكس. نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنت معكم أروى غيث في الإعداد والتقديم، ومحمد قدح في الإخراج. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.